للمعلومية عطيف يمكن أنا وأنا نائب رئيس أكثر من ساعة إنه يجي لنادي الهلال، وعبد الله عطيف يعرف هذا الشيء. وأنا من يعني من اللاعبين المفضلين بالنسبة لي، لا أداء ولا خلقا ولا كل شيء. وحكيت أنا وعبد الله عطيف في الموضوع، عبد الله عطيف مقتنع إنه يجلس في الهلال وإحنا مقتنعين إنه يجلس في الهلال. بعض ما هو هذه المشكلة هذه الواضحة، يعني واضح إن عطيف ما هو طالع من الهلال بإذن الله، ما هو طالع وأنتم ما راح تخلونه، لكن خلاص جددوا وقعه. أبعلمك خالد، أنا فينا طبع كمجلس إدارة ما نحب نوعد لاعب بشيء لا نملكه، بمعنى متى ما وتوفر هو مقتنع بالكلام هذا لأنها شافها مع زملائه السابقين، يعني سلمان الفرج واحد النجوم الفريق واحد نجوم السعوديين. سلمان الفرج ترى دخل فترة الستة شهور وتكلمنا معه كلامه وابدا، وكان متى ما توفر كل شيء انا جاهز. فعبد الله عطيف انا متاكد بحكم يعني ثقته فيني، وانا عارف انه لاعب مهم. انا لو جي اقول له بكره هذا العقد يا عبد الله وقع، بيوقع وبينتظر على حقوقه. بس انا كمجلس، احنا كمجلس اداره تركيبتنا انه لا، نبي نوفر حقك قبل لا توقع. ومو عبد الله عطيف، ترى في مجموعه ما دخلوا الفتره الحره او حيدخلون او على وشك انهم حيدخلون، كلهم الكلام هذا مو يعني كلهم عارفين. بس انا قلت لك عبد الله عطيف تحديدا لانه اكثر سؤال احنا قاعدين نتابع الهاشتاج، الشباب في التحرير يتابعونه ويقولون هذا اكثر سؤال اتقال في الهاشتاج. ما ابدا، انا احب اطمن يعني جمهور الهلال بانه باذن الله عبد الله عطيف سيبقى لاعبا هلاليا، وعبد الله متمسك فينا واحنا متمسكين فيه. واي لاعب هلالي نعتقد انه مفيد باذن الله واستمراريته مفيده للهلال، لانه عبد الله عطيف حقيقه لاعب كبير ولاعب مهم بالنسبه للهلال. وفي قصه ايضا عبد الله عطيف يعرفها، انا كنت خارج المملكه ايام ماتوساس كان ما يبغاه، ماتوساس ما كان يبغى عبد الله عطيف، واتصل فيه يعني صار بينه وبين عبد الله عطيف اتصال قبل نهايه الفتره الصيفيه للتسجيل. قلت له عبد الله تبغى تلعب اعاره في نادي؟ اذا انت تبغى تلعب تراني ما حصعبها عليك، لكن احساسي انا الشخصي انك، هو يعرف الكلام هذا كويس، احساسي الشخصي انك حتتمرن باذن الله وحيتغير راي المدرب فيك. ما كنت يعني وقتها ما حسمت يعني، لا لان وقتها كان الاعداد بشكل ممتاز وكان يؤدي عمله بشكل ممتاز اللي هو ماتوساس، الين ما رجعنا الرياض وبدا اللخبطه. فقلت له عندي احساس باذن الله انك انت ستفرض نفسك على اي جهاز فني، يعني ماتوساس او غيره. وقلت له لك الخيار، تبغى تطلع إعارة في الفترة الصيفية هذه فترة التسجيل والشتوية ترجع لنا أساس تلعب؟ ففكر استخار قال لا أنا ببقى. والحمد لله لما جاء الجهاز الفني الجديد عرف قدرات عبد الله، يعتبر من أكثر اللاعبين عدد مباريات ترى من الموسم اللي ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني. طيب عشان قفل بس هالموضوع، هي مسألة وقت بس عشان توقع مسألة وقت تجديد عقد حتى يتوفر ما نستطيع أن نعرضه عليه، عرفت؟ ووقتها تبدا المناقشات. الادارات عاده تجي تقول للاعب والله هذا اللي نقدر عليه، واللاعب له طلبات معينه. لكن اللي احب اطمن الناس انه انا وعبد الله، واخرتها حديث يمكن قبل يومين او ثلاثه انا وياه، هو طبعا يبغى يبقى في الهلال، والاداره تبغاه يبقى في الهلال، ولا ان شاء الله ما حيلقى في السعوديه احسن من نادي الهلال لاستمراره.